السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أشتغل على أي لعبة أو أي حاجة جوه الجرانيتي، محتاج إن أنا أضيف أرض وتضاريس وحتة عالية حتة واطية وهكذا. فأجي أنا في 3D أوبجيكت وأقول له أنا عايز أضيف درين، وبقول له هنا أنا عايز أنا سيلكت، وبقول له أنا عايز أحط مثلا في الإكس هتلاقيه يتحرك معاك، في الواي هيتحرك معاك، في الزد كده ينفع وكده ينفع. الروتيشن سكيل، سكيل تقدر تغير السكيل زي ما انت عايز. طيب هلاقي هنا في اداه بنت رش، تقدر تقول له انا عايز استخدم ريس اند لور ترين، تبدا تيجي هنا انا اختار بورشن زي كده، وتقدر تقول له انا عايز ارسم حاجه مرتفع كده بالشكل ده. تقدر تتحكم في حجم البورشن بتاعتك، في حجم الاوبسيتي بتاعتك بالشكل دوت. طيب ممكن تختار أي فرشة من دول، بالشكل دوت. طيب لو أنا عايز أضيف أرض تانية هقول له كريت، وأضيف بس أي مربع من المربعات اللي جنب بالشكل بتاعي، أضيف المساحة نقدر نشتغل عليها أو نقدر نضيف عليها نقاط. أقول له مثلا عايز ريس، ممكن تقول له زيت هاي، أنا عايز ارتفاع معين، فتحدد مثلا ان الارتفاع بتاعي مثلا كله مثلا يبقى 10، ولما تيجي تبدا هيخلص هيخلي اي حاجه تقدر تمشي عليها ما تزيدش عن 10. هتلاقي خلاص بقت مستوية على الارتفاع ده. ثلاثة نقول يعني حاجة بتعمل ثلاثة نقول. طيب ممكن تيجي تقول له أنا عايز أعمل سموث هاي، ينعم لك الارتفاع شوية. ممكن تيجي تقول له هنا أنا عايز أوزع أشجار. طيب هل أنت عندك شجرة؟ مفيش أي شجرة موجودة عندك هنا. هنا أقول له أضيف لي شجرة 3D Object، أنا عايز شجرة، هو يبدأ يضيف لك أي شجرة من دول. وكل شجرة أهم تقدر تختار أي واحدة من دول. يعني طيب دلوقتي بقى هرجع للترين عندي وأقول له أنا عايز أوزع شجر، وأقول له إيه التري، التري، وأقول له هنا أنا عندي شجرة من الأشجار ديت، مثلا الشجرة ديت. طيب هاخدها وأبدأ أوزع. دلوقتي الشجرة بقت موجودة معايا، تقدر تختار بقى السايز بتاعك قد ايه، عدد الشجر اللي موجود قد ايه.